تظاهر مئات الفلسطينيين والعرب والنشطاء في مدن مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية دعما لأهالي غزة، منددين بجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المحاصرين ومحاولة تجويعهم وتهجيرهم. يأتي ذلك فيما قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا أمريكيا طعن طفلا مسلما حتى الموت في حين أصاب والدته بجروح خطيرة وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين. اندلعت مظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن والعديد من الولايات الأمريكية دعما للشعب الفلسطيني ورفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة المحاصر. وشارك في المظاهرات والتي نظمتها المؤسسات الفلسطينية والحقوقية في واشنطن وشيكاغو وكاليفورنيا ونيويورك وميتشيغان الآلاف من الأمريكيين وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة الاحتلال وتطالب بتحرير فلسطين وإطلاق سراح الأسرى من معتقلات الاحتلال وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. الحقيقة المؤسفة هي أننا نحاول توضيح أننا الفلسطينيين بشر لمنع المزيد من القتل في غزة، لأنهم يعتقدون أنه من السهل الاستغناء عنا وقتلنا. عائلاتنا أرسلت تطلب منا أن نصلي من أجلهم وأن نتأكد من إكرامهم بالدفن الإسلامي، لأنهم يشعرون أن الموت بات قريبا. وحذرت المنظمات العربية من تزايد العداء ضد المسلمين في الولايات الأمريكية، حيث ألقت الشرطة القبض على مالك عقار بولاية شيكاغو هاجم سيدة وأصابها بطعنات وقتل طفلها البالغ من العمر 6 سنوات، وثبت أن استهدافهما كان بسبب كونهما مسلمين وبسبب الصراع الدائر حاليا بين حماس وإسرائيل. لقد دفع الولد الصغير حياته ثمنا للكراهية والتجرد من الإنسانية. قلوبنا مثقلة وصلواتنا مع الولد العزيز ووالدته. جرائم الحرب والاعتداءات على المعتقدات الدينية يجب أن تتوقف. ومن جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أزمة غزة ومعاناة الفلسطينيين وحدت الجالية العربية المسلمة في الولايات المتحدة التي أصبحت في حالة من الحزن والغضب. كما ذكرت شبكة فوكس نيوز أن جامعات في العديد من المدن الأمريكية شهدت مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهاجم المحتجون إسرائيل بسبب سوء تعاملها مع الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية، ودعت رابطة طلاب من أجل العدالة لفلسطين بجامعة نورث كارولينا إلى يوم من أجل للمقاومة. أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن أغلبية الأمريكيين المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي يريدون أن تساعد بلادهم في إبعاد الأذى عن المدنيين الفلسطينيين في غزة، ولكنه أبرز أيضا دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل في الصراع الحالي والذي بدأ أقوى مما كان عليه سابقا. داليا الكومي، تلفزيون دولة الكويت، واشنطن.